حياكم من جديد مشاهدينا. مهندس خالد، خلينا نتكلم شوية عن جاري في اللي هو راح يقدم السيمينار إن شاء الله اللي راح يتم بالكويت، وهو أستاذ أصول الإعلام الاجتماعي. اللي أنا بعرفه إن شلون قدر يوصل حق هالمستوى، وشلون قدر يستحوذ على ثقة الناس من خلال شخصه فقط ومن خلال استخدامه لوسائل الاتصال الاجتماعي. طبعا مسيرته هو كجيري بلشت اساسا لما مع الفاميلي بزنس، انزين، وكان يعني تقريبا في نهايات التسعينات واول اوائل الالفينات بلشوا شركات وايد يحاولون يشوفون شلون بامكانهم يستفيدون من الانترنت، حتى قبل لا يكون في سوشيال ميديا، شلون بامكانهم يستفيدون من الانترنت لتوصيل منتجاتهم او خدماتهم لشريحه اكبر، وخاصه احنا نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه. انت مو قاعد تتكلمين عن مدينه، قاعد تتكلمين عن ولايه، قاعد تتكلمين عن ولايات. فالانترنت كان بالنسبه له هاجس وايد مهم، انه بيشوفون شلون بامكانهم يستفيدون من الاداه هذه. طبعا عقبها بعد دش في مجال السوشيال ميديا، دشت الادوات السوشيال الاعلام الاجتماعي، ودش اليوتيوب، ودش الفيديوز اونلاين، الانترنت بدا يصير اسرع. فاول بداياته بلش في فيلوجينج اللي هو الفيديو بلوجينج، انه يسوي فيديوز يتكلم فيها عن التجاره او يتكلم فيها عن المنتجات اللي شركه اهله هو يسوقها. ومع الوقت انتشرت الفيديوهات هذه، وصل لمرحله ان عنده مشاهدين عددهم يزيد عن 40,000 للفيديو الواحد، فصارت عنده شهره واتساع الشهره هذه. طبعا هو شخصيته وايد متفاعل، يعني حتى لو يعني طالعين مقابلاته بالسي ان ان والام اس ام بي سي بالستيت، تشوفين الشخصيه وايد دايناميك، يعني وايد متفاعله مع الجمهور او متفاعله حتى مع المضيفين له في بالمقابلات اللي هو يسويها. مع الوقت وصل لمرحله ان حتى محطات التلفزيون بداوا يطلبونه، تعالي بنا بيك تقدم عندنا على الهواء مثلا برنامج معين، وكان يرفض. لين وصلت واحده من الشركات اللي بمون معروفه في امريكا اللي هي التالنت ايجنسيز اللي موجوده في امريكا، اللي هم همهم الرئيسي ان شلون يسوقون للسليبرتيز، وقالوا له يبا احنا نبي نمسك البراند مالك، واحنا راح نتكفل في ان نحافظ على البيرسوناليتي براند او البيرسونال براند اللي موجود عندك انت، هويتك وشخصيتك. فطبعا هو ما قال لا، لان نفس الشركه اللي تمثله في امريكا تمثل اوبرا وينفري، براد بيت، وغيره من السليبرتيز الثانيين. فحقق شهره وتواجد وتفاعله دائما، يعني لما نتكلم على تويتر عنده 990,000 فولور على تويتر وفيريفايد اكاونت، ف 990,000 وهو مجاب لهم واحد مليون يعني. هلا؟ يعني مليون تقريبا، مليون مليون الا شويه، طبعا لو بنزيد عليهم مرات الفيسبوك راح يوصلون مليون. طبعا تفاعله هو سر اساسا نجاحه في توصيل، وحتى مبيعات البزنس عندهم اول ما بلشوا في اوائل الالفينات كان تقريبا 4 ملايين 5 ملايين دولار، بعد 5 سنين تقريبا وصلوا 50 مليون دولار سيلز بارير بس باستخدام الانترنت والتكنولوجي. نعم. طيب هند، تكلمينا شويه عن السيمينار ان شاء الله اللي راح يتم بالكويت. بالنسبه للسيمينار ان شاء الله راح يكون يوم 25 الشهر. بلشنا احنا الريجستريشن اللي هي التسجيل كله اونلاين، كان سوشيال ميديا. ان شاء الله راح يكون عندنا برنامج حق الضيف جيري، ويبلش على الساعة 5 إن شاء الله في قاعة سلوى الصباح بالسامية. وعندنا يعني very خلينا نقول interesting number و very limited seat at the same time. فإحنا اللي ما شارك وده يشارك أو يستفيد من أول تجربة للسوشيال ميديا في الميدل إيست حق جيري إنه يساهم فيه. عندنا ضيوف من برا الكويت مسجلين. وللامانه الاول من نوعه خلينا نقول عاده يكون وايد يعني متعوب عليه، والكواليتي والتمييز يعني تميز بالش اسمه. الكتب وصلت، احنا موجوده عندنا بفيرجن اوريدي اذا انتم حابين، اسمه كراشت اجين الكتاب. عندنا فيديوهات اوريدي قاعد يتكلمون عن الكتاب و انطباعهم بعد قراءة الكتاب نفسه. ف
ففي وايد سربرايزز، في وايد مفاجآت ان شاء الله يوم 25. اهم شيء راح يكون اكيد في استفادة كبيرة، في استفادة كبيرة وفي حوار، هو يعني كونه جاي الكويت انتراكتيف لانه هو انجيجنج مثل ما قال مهندس خالد، وبنفس الوقت هو جاي حق الميدل ايست او الشرق الاوسط اللي هم الاودينس او الجمهور بهالمنطقة، هذا هو جاي متحمس انه يقابلهم وانه يتفاعل معاهم لانه عنده وايد انطباعات ومؤشرات حق النقله. وش معنى وافق على الكويت كانطلاقه لأن اولى؟ احنا باينير، احنا 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 بادرنا للامانه يعني هي بقاطعك اختي هند، هو صارت مبادره من صوبنا امانه. انا تلاقيت مع جيري، بس كان ممكن يرفض صح؟ كان ممكن يرفض، بس طبعا الحمد لله فضل رب العالمين اني انا تلاقيت وياه 3-4 مرات في امريكا في كذا مؤتمر من المؤتمرات اللي حضرتها هناك، وعندي على قولتهم كوميونتي موجوده في امريكا، فالمصداقيه موجوده، يعني مو واحد مو عارف من هو من وين جاي قال يبا تعال بنيبك الكويت وانتهى الموضوع، لا الموضوع يعني لما بدينا الفكره، طبعا الفكره كانت موجوده عندنا انا واختي هند من تقريبا نهايه السنه اللي فاتت. انزين، بس بعد ما شفنا ان شركات وايد، مشاريع صغيره، الشركات الكبيرة قاعد يحاولون إنه بيعرفون شلون بإمكانهم يستفيدون من السوشيال ميديا، يعني قاعد يحاولون يعني يطالعون الموارد أو المصادر اللي موجودة حواليهم أو الريسورسز اللي حواليهم، يطالعون يحاولون يدرسون قصص نجاح مختلفة لشركات بالكويت وبرا الكويت، بس غير شوية يعني البرسوناليتي أو المعلومات اللي موجودة عندن اللي عنده شوية مختلفة. طبعا أكثر فئة راح تستفيد من السيمينار هذه اللي هم الناس اللي عندهم أفكار أو عندهم هوايات أو اللي عنده مشروع خاص فيه، لأن جيري في كتابه مينلي يتكلم حتى بالسوشيال ميديا يتكلم عن الباشن، الشغف، لما كان واحد عنده شغف في هواية يمارسها شلون الشغف هذا اللي موجود عنده يجذب جمهور معين يتردد على الموقع أو يتردد على المشروع الخاص فيه، شلون بإمكانه يكون علاقة مع جمهوره أو يكون علاقة مع عملائه، شلون بإمكانه بعد ما يكون علاقة مع عملائه شلون بإمكانه يطور المشروع الخاص فيه أو المنتج أو الخدمات علشان يكبر مشروعه. فيتكلم عن ابعاد ودايمنشنز وادوات وخطط واستراتيجيات وايد. طبعا السيمينار، طبعا هو ما راح يتكلم، هو المده السيمينار 4 ساعات، مو 4 ساعات راح يتكلم فيها امانه. هو راح يتكلم اول شيء ساعتين، راح يعطي نبذه عن كراشت والمبادئ الاساسيه او البرنسبلز الاساسيه اللي هو يتكلم عنها في كراشت. بعدين راح تكون في فتره اسئله او كيو ان اي سيشن، اسئله واجابات. راح يصير في ساعتين تفاعل مع الجمهور وهو واقف على الستيج، يعني مو والله عاده احنا نحضر محاضرات او نقعد مؤتمرات واحد يتكلم خلص نزل المايك مشى توكل على الله، ودك تساله سؤال ما انت قادر توصل له، فهو راح يكون متواجد للجمهور انه يرد على كل استفساراتهم واسئلتهم وهو واقف اون ستيج. وايد حلو، وايد حلو. انا للحين ما فهمت they want to crush what crush the competition. Thank you very much. هذا وانا هذا اللي انا كنت ادوره لانه مرتبط هند في المشروعات الصغيره صحيح؟ طبعا هو شوف في وايد يعني في اضافه وايد حلوه. انا قريت بدراسه عن شركه اي بي ام سووا سيرفي مؤخرا حق سي ام اوز او هم المدراء المنفذين للتسويق. يقول لك ان 86% they believe او يبون ان يعني يدشون في عالم السوشيال ميديا لأن مع الوقت خلاص ما راح يقدرون. بالضبط. وهم سووا الدراسة هذه على خلينا نقول 1700 سي ام او في 100 براند عالمية، وكلهم اتفقوا وأن 86% لازم نستخدم السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي. No choice. وإذا ما دخلوا يعني 71% منهم صوتوا أن راح تصير معقدة وايد إنزين خلال 5 سنين الجاية إذا ما دخلوا فيها هم راح يصير تعقيدات. فطلعت لهم 4 key messages أو 4 مؤشرات إن الداتا والإنفورميشن وايد قاعدة تصير إنزين، هذا يعني وايد قاعد يأثر على المواكبة حق عالم النيوتي أو النيو تكنولوجي، تطور الموبايلات والأجهزة بشكل عام، زائد عندك شغلة إن أنت شلون تأخذ الجمهور او المستهلك اللي هي الصفه الديموغرافيه، شلون تسوي له الترافيك تاخذه من هنا لهني حق منتجاتك او سلعك. انزين، زائد الشغله الرابعه اللي هو عدم التواصل او الاستماع حق المستهلك، اذا انت ما استمعت له ما تقدر تربط البيانات
او المؤشرات هذه حق استراتيجياتك الجديده وما راح تقدر تنجح فيها اذا انت ما سمعته. فلازم تطلعون اونلاين تسمعون المستهلكين شنو يبون، المستهلكين شنو قاعدين يقولون، زين، وتفاعلون معاهم، لان مثل ما قال خالد هي بالكويتي اخذ وعطى، تو ويز كوميونيكيشن. احنا وي نيد تو كراشت يعني الحين، لان المخرج قاعد يقول لنا كراشت كراشت. الله يوفقكم. الله يطولهم. مشكورين على استضافتكم ويعطيكم العافيه. الله يوفقك ان شاء الله. Crush it for the first time in the Middle East. US social media keynote speaker Gary Vaynerchuk, author of the New York Times and Wall Street Journal's best-selling book Why Now is the Time to Crush It. Gary will show you how to use the power of the internet and social media to turn your passion and interest into a true successful business. So be part of the social media movement and harness the power to make your entrepreneurial dreams come true. Crush It Seminar will be held on October 25th. Reserve your seats today. Give us a call on 222-73990 or 999-73990. Or visit our official website, crushitseminar.com. Hurry up. Seats are extremely limited. So, what are you waiting for? Start doing what you're passionate about the most. Crush it. Turn on your passion.